بلدكم. كنا بندور عليك يا ميحا. خلصتوا الجودو؟ ما اسمهاش جودو، اللعبة اسمها جوجيتسو. بعدين هو انت جاي عشاننا؟ ايوه حبيبتي، مش انا قلت لكم ان انا عايزاكم؟ ايوه. يبقى ايس كريم بقى، ما ينفعش نسيبك بسهوله، لازم ندفعك فلوس. صدقي عندها حق، بس انا اللي هعزمه، ما عندكيش مال. ايس كريم؟ شوكولاته ولا فراوله؟ فراوله. شوكولاته. شكلك فانيليا. تعالي تعالي. مين بقى بيكسب مين في الجودو؟ انا طبعا. وانت؟ طبعا انا. شكلكم انتوا الاثنين بتخسروا على فكره، تعرف تلعب بوكس؟ شكرا يا ريس. تسلم. هو احنا مش هنروح عند ميحة؟ طبعا هنروح عند ميحة، بس شوفوا بقى، انا عايز اكلمكم بصراحة. انا حاسس ان انتوا خايفين وقلقانين ان مامي مش هنا، صح؟ طيب انا عايزكم تساعدوني، عايزكم تفتكروا يوم ما رحت الفيوم بالليل، شفتوا اي حاجة غريبة، او مثلا سمعتوا صوت سليم، بابي، مامي، حاجة زي كده؟ هو انا ما شفتش حاجة، بس عليا شافت. دانا ما تخافيش يا علي، قولي لي شفت ايه؟ ما شفتش حاجه. انت مش عايزه مامي ترجع ولا ايه؟ بابي قال لي ما اقولش حاجه. طيب بس دلوقتي انت لازم تساعديني عشان نعرف نلاقي مامي ولا ايه؟ لما صحيت كنت عطشانه قوي، نزلت عشان اشرب، فسمعت باب البيت بيتقفل، فرحت عشان اشوف مين، ما لقيتش حد. طب وبعدين حصل ايه؟ فجريت على الشباك، لقيت مامي وبابي عمالين يتخانقوا وطلعوا بالعربيه بسرعه. وبابي كان سايق؟ اه بابي كان سايق. ومامي؟ مامي تعبت. تعبانه يعني؟ كان شكلها تعبان؟ اه. وعرفت ازاي؟ كانت باين عليها تعب، نايمة، مش عارفة. طيب وامتى قلتوا لبابي الكلام ده؟ نفس اليوم اللي احنا مشينا فيه من الفيوم. هو قال لكم ما تقولوش لحد؟ ايوه. لا هو ما قالش كده، هو قال ان دي حاجة برايفت، يمكن عشان متخانق هو ومامي، بس انا ما قلتش حاجة، هي اللي قالت. مش مشكلة، انت عرفت ازاي ان هما اتخانقوا؟ معرفش، مش فاكرة. شوفي يا عليا، خلينا نحاول نفتكر عشان نعرف ايه اللي حصل لمامي. يعني سمعتي مثلا صوت عالي، حاجة زي كده؟ لا ما كانش باين صوت، بس كان باين بايديهم اللي هما بيتخانقوا. وسليم كان معاهم؟ لا سليم كان نايم ساعة لما انا كنت نازله اشرب. وايه اللي خلاكي تعدي عليه في اوضته؟ اصل احنا اوضتين في اوضه، يعني طبيعي واحنا خارجين من اوضتنا بنعدي على اوضته، والتلفزيون كان مفتوح، انا سمعته، دخلت عليه لقيته مفتوح وكان نايم، فخفت اطفيه عشان عارفه ان سليم بيخاف من الضلمه. طيب يلا بينا، يلا بينا نروح لميح. هوبا، طب روح انتوا بقى عشان انا جالي تليفون. خلاص هشوفكم. الو. يا سيف. سياده العميد. الدكتور رشدي عزيز. الراجل ده عمل فصل ذري للدم اللي كان موجود على خنجر الدكتور راجي. النتيجه ان الدكتور راجي تحول من مشتبه عادي جدا الى متهم رئيسي، عشان الدم اللي لقوه على خنجره هو الدم بتاعه ودم مراته المفقوده. جميل جدا، هايل. في كمان معلومه، مفيش أي أثر على أي شركة طيران إن الست دي سابت البلد، يعني هي لسه موجودة هنا. وجوزها بقى بيقول لنا إنها سحبت الباسبور من خزنة البنك. وعايزنا نصدقه، على اعتبار بقى إن إحنا شوية بطاطس مثلا. بص بقى إيه؟ المعاملة الرقية اللي بنعاملها له دي بلح. إحنا عايزين نقلب بلدي. بلدي. تمام، كلام جميل جدا، وأنا عندي على فكرة معلومات حلوة قوي، لما أجي لك هتكلم معاك. تمام؟ يلا، سلام. Thank you.
متأكدة إنك مش هتسيبني يا بحر. خليكي في ظهري وما تحبيش. ظهري هو درعك يا بنت الأكرم. كده بقينا حبايب يا برنس. الدهب بتاعك رجع اهو. خلاص يعني احنا الاتنين ايدينا اتعاصت سوا. يعني لو مسك عليا زله او مسجل لي اي حاجه ابقى زحها صوت وصوره ما تفرقش. لا مش حبايب يا عبادة. ليه؟ كفى الله الشر. في سبيكتين دهب ناقصين. بتقول ايه؟ سبيكتين ناقصين نعد تاني. عد تاني وتالت ورابع. لو عايز وقت طافي خد. هي دولارات؟ فعلا في سبيكتين ناقصين. معقوله؟ مش ممكن حد من الرجاله بتوعي يستجري يمد ايده على حد؟ ده انا كنت قطعتها له. يبقى مفيش غير النتن. شاف الذهب زغل الفانيه نام على بلطين. اسم الله عليك، النتن كمال فخر. الذهب كان عنده في المكتب، عينه راحت نتش له حتتين. ده عامل زي القرش، لو شقيت بطنه هتلاقي كرتونة ويسكي على دولارات. عبادة خلينا نتكلم في المفيد. أنا مش عايز جنس مخلوق يعرف حاجة عن المصلحة دي ولا الشغلانة اللي عملناها. من عينيا. بس هو الشحن إمتى؟ أنا الرجالة بتوعي جاهزين. هانت أول ما الحاجة توصل من مصر. زي ما قلت لك مش عايز جنس مخلوق يعرف إن الدهب ده رجع. حتى بحر. حتى بحر جديدة دي. من عينيا الاتنين. انطر انت بقى احسن حد يكون مراقبنا. بالسلامة. انطر انت يا شيخ عبادة. العين عليك انت. السلامة. فين فارس يا مولانا؟ عند الشيخ عبادة زي ما انتوا جاي. طب انا لازم امشي من هنا. اكيد هيجوا يدوروا عليا في الشيطان. ايه دي يا بنت الناس؟ احنا مأمنين المكان كويس ورايبين بيت كمال والاسم وهنعرف كل تحركاته. ما تخافيش انت في امان هنا. في ايه يا مولانا؟ في ايه مالك؟ ايه ده؟ انت متعور؟ لا حرق اسود. حرق اسود. دي بلح طايشه عدت وراحت لحالها. اسود انا هطهرها لك. خليك. ها استريحي انا هتصرف. هتتصرف ازاي بس؟ ده انت انقذتني مرتين. مره اول ما جيت والنهارده كمان. مش عايزني اساعدك مره واحده؟ عشان خاطري سيبني اساعدك. يا بخت اللي بحر يحميه عشان خاطري. كده يا بحر. ها مش هتقولي يا بنت الأكرمين دي ايه؟ ما بتحبيش تتكلمي الا معايا ولا ايه؟ انت مكرية عليا ولا حاجة؟ انا بحب ارغي معاك. فيها ايه يعني؟ حبيبي طول الوقت ليه طيب؟ انا عايز اقوم اشوف شغلي. مش رايح في حته. بس انا اكيد بفكرك بحد يا بحر. ما تحكي بقى. احكي يا بنت الناس. انت مين؟ ليه سميتني ورد؟ هي مين ورد دي؟ تقول يا ورد.
مش عارفه مولانا، زي ما اكون واخده بنج بس ما اثرش فيا. حاسه بكل شك ووجع ومش عارفه اصرخ واقول ايه. كأن البنج شال حركتي، الإحساس بس هو اللي موجود. أنا عندي إحساس فاكراه بس ما عنديش حاجة أحكيها. كأني في حاجة جوايا بتشدني لحتة نفسي عايشها. إحساسي بيقولي إن أنا كنت محرومة قبل كده من الحاجة دي ولقيتها هنا. أنا مش عارفة إيه هي، بعيش اللحظة اللي أنا فيها، مش عايزة أفكر. عشان كده فضلت واطمنت بيك، حسيت إن أنت هتبقى حمايتي هنا. كان لازم أنا اللي أداوي نفسي. أنا اللي بداويك، مش هتروح في حد. طيب يا سيدي، شكرا 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 شكرا، مع السلامه. الخميس ده هايل 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 هايل. طيب الضابط مجدي ابراهيم ده بتاع مباحث قصر النيل؟ لا ده بتاع كوبري قصر النيل شخصيا، واحد من الاسدين اللي هو ناحيه الاوبرا، عارفه؟ انا قلت لك ما تقطعنيش يا عازر. نهايته الضابط ده كلمني، هما اتفقوا مع المكافحه كده ان الواد اللي بيسلم مخدرات لبيير هياجلها يوم واحد عشان اذن نيابه وكده يعني. الظابط ده هيبقى مستنيكوا بكره في مكتبه هو والديلر. هتروحوا هما هيسلموا وانتوا هتخشوا على الواد تقفشوا امه وهو متلبس. امه كل حاجه، امه وعين امه. هو ايه الاب ملوش مزاج انه يتشتم مره كده ولا حاجه؟ اه ما هو انت قعدتك بقى مع الست بتاعت حقوق الانسان دي فجرت فيك كل الانسانيه. ده حقيقه. طب قول لي يا ظريف انت هتعمل ايه؟ ناوي نقبض عليه، لأن المكافحة كده كده مش عايزاها عشان الاتنين جرام، وهو ما يعرفش المعلومة دي، فنجيبه نساومه وناخد كل المعلومات منه ونشوف الليلة دي هتمشي ازاي. وافرض طلع ذكي ومرضيش وقرر ان هو يلبس قضية المخدرات، كده يبقى رجله جاية في قضية خطف وقتل آسيا بكل حنانية. حنانية؟ كده يبقى ملطوط رسمي. طب ولو جه معاك دغري؟ لو تعاون وطلع نظيف في الليلة دي كلها هنطلعه من الاتنين جرام، وكده يبقى ضربنا عصفورين بحجر. بس طب شوف يا ريس، بعد إذنك حضرتك اعمل اتصالاتك باداره المكافحه ومدير النيابه عشان ما يحصلش اي لخبطه هناك. حاضر يا عازر بيه. ارجوك ارجوك. ايه ده يا ريس؟ انت عندك حساسيه من العنب ولا ايه؟ وش سعادتك كله ضارب احمر. هوبا ضارب احمر يعني ايه؟ وودن حضرتك. ايه ده ايه ده؟ طب حد يشوف لي مرايه. طب قوم شوف لي مرايه. قوم يا ابني جيب الحمام. قوم 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 جيب الحمام لان صعب كده كده. لسات العميد ده. لا خالص. لا 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 اهي 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 والله. أنا كنت عارف لا تكييف شغال ولا مش عارف إيه شغال. ولد ولد وحشتيني وحشتيني أوي وحشتيني أوي، من غير كل كنت مطلع من غيرك. مالك؟ أوعى أكون كمان زفت رأسك بكلمة، أوعى أكون لمسك. ورب العزة لو جه جنبك لعلقه من رجليه وتقطع منه زي الخروف. عمل فيك حاجة؟ عشان تعرفي فارس حبيبك مش هيسيبك ابدا. اي حد يأذيكي هاتله تحت. تحت فين؟
تحت الارض يا بيبي، تحت الارض اكيد. على فكره بحر اتصاب وكتفه بينزف. غريبه دي، بحر اتصاب. انا بتكلم بجد، مش هتتصل بدكتور؟ انت مجنونه، الدنيا مقلوبه علينا بره. دكتور ايه؟ انا هكوله بجرح، ما تقلقيش. ما ده العشم برضو. عموما خلاص انا عالجته. برافو برافو برافو، ده العشم برضو عبارة ما تعالجيني. ارتاحي، عايزك دايم زي القمر زي القمر. الحمد لله على سلامتك. كمال باشا، صباح الفل. الشيخ عبادة جوه. النبي قول، والختمة؟ والختمة أقول لك إيه يا رب؟ أمر يا باشا، إديني ودنك الطويلة دي أقول لك فيها حاجة. اتفضل. يا بتاع الظهر يا وسخ. هنروح من بعض فين؟ الله 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 يا كمال باشا، صحنتك بلقى اتقلبت كده، خسيت وبقيت بتلق في هدومك. كمال باشا شكلك عامل رجيم، بس لايقلك والله. هات كرسي تعالى اقعد معانا خد نفسك. انت لسه بتجري لغايه دلوقتي يا كمال باشا؟ شو ترمس هنا للباشا، وعارف طلبك بيره طويله ومشبره، ولا اجيب لك كوبايه ليمون فريش تروق اعصابك؟ على العموم يا كمال باشا احنا وراك وبنقذرك، ولو عايز رجاله نبعتهم لك. البت اللي اسمها ورد جات لك منين؟ عرفتها ازاي؟ ورد ورد ورد، الاسم ده مش غريب عليا خالص يا شيخ عبادة. هربت مع الهجوم او هربوها، صدفة غريبة. عموما هي اتفيشت وليها عرض على النيابة، ولو ظهرت في المكان وما بلغتش هتبقى مسؤولية عليك. اكيد يا باشا. واي كلام يظهر عن الذهب طراطيش يا ريت تبلغني. تفت قهوة غزاوي يا كمال باشا. ما بطيقهاش، اطيق العمى وما طيقهاش، بتقلب بطني. حبة حبة هتتكيف. القعدة عسل، وكان نفسي اسهر معاكم، بس للأسف ورايا شغل. مجرمين، متطرفين، بدو، خيوط كده ماشي ورا بالإذن. طب والبيرة يا باشا؟ يعني أي واجب كده؟ عموما ما تأخرش علينا، بتوحش المكان. بالسلامة يا كمال باشا. فهمت؟ تمام. ما يلا يا عمنا. طب اقفل العربية طيب. هقفلها لك أنا يا سعادة الباشا. ماشي يا باشا. حبيبي، عايزه يطمن خالص. عينيا. حبيبي أبو مارلي. ياه. أخيرا بير. يا موماني. هاي. عامل إيه؟ تمام. خش بس في الباب وراك. دوق. ماشي، دوق. حاضر. مش عليا يعني يا برنس. انا مش عارف انت عايز اشتغل معاك ازاي يعني. عادي، بص انا هديك ال10 جي ب 7000 جنيه وانت تبيع براحتك، ب 1000 ب 1200 براحتك، خد مزاجك وطلع مصلحتك وعادي. ساوندز جود. اوكي
هو اتأخر ليه؟ مش عارف. مش دي ما جايبك؟ حبيبي يلا بينا. تصدق يا معلم الاستاف ده حلو قوي. مين الاستاف ده يا مين؟ اقعد 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 سمين بس اقعد اثبت. بوب مارلي حبيبي هات الحاجات دي وتعالى. حاضر يا فندم. انت شغال مع بوب؟ يا سلام يا سلام. ومزان وعده وكوكايين، ايه الجو ده؟ طيب دول يا باشا هيخلوك تاخد من 15 ل 20 سنه سجن مثلا. ليه ان شاء الله؟ ليه ياخد من 15 سنه ل 20 سنه سجن؟ عملت ايه عشان اخد؟ عشان ده اتجار. اتجار ايه بس؟ انا ما بتاجرش. مين اللي صدقك وانت ممسوك بالحاجات دي؟ ده انت ممسوك رسمي وشرعي، وصاحبك ده هو اللي هيسلمك. هو سلمه اصلا خلاص يا خميس، وبابا هيطلع منها. انت اللي هتحاسب على المشاريب. انت عمرك دخلت زنزانه في مصر؟ ولا قعدت على برش ولا شفت سجن ولا مساجين؟ بس لما تروح هناك هيعملوا لك حفله ويظبطوك اخر تظبيطه، وهيدوك عصايه، عارف فين تحطها؟ ها؟ بس ممكن. ايوه هي ممكن. لا صعب. بس انا مش هطلعه من قضيه فيها 15 سنه عشان خاطر اخد منه معلومه ولا يا فندم. انا ممكن اعمل اي حاجه عايزها. اني ثينج. الواد عزة الكهرباء بتاع القضيه اياه، ابنه توفى النهارده في حادثه عربيه وهو بيعدي الطريق، والراجل عمال يتشال ويتهبد، عايز حضرتك تجيب له استثناء عشان يخرج ياخد عزا ابنه. بس طبعا حضرتك عارف ان دي قضيه خطف مقرونه باغتصاب، ف ما فيهاش استثناءات. ما انت قلت اهو. عايز يعملوا ايه يعني؟ انا قلت ابلغ حضرتك يا فندم. طيب حاجه تاني؟ لا يا فندم. شكرا. قتلتها ليه يا بير؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه قتلتها دي؟ احنا عرفنا كل حاجه انجز، قتلتها ليه؟ هي اسيا ماتت؟ انا مش عارف انتوا بتتكلموا في ايه صراحه. انا مش عارف انتوا بتتكلموا في ايه. مش عارف. طيب خليهم يفتشوا البيت وحرز لي الحاجات دي. اتفضل معايا. ثانية واحدة بس. عايز ايه وانا هقول لك اللي انت عايزه. ماشي. وايه اللي خلاك ترجع تكلمها بعد السنين دي كلها وانت عارف ان هي ست متجوزه؟ عادي. الدنيا لطشت معايا والحياه اتقفلت في وشي، حتى ما كنتش عارف ادفع الرنت. ليه؟ سوري قصدي الايجار. مش عارف. بس هي اسيا الوحيده اللي ممكن كانت تساعدني في حاجه زي كده. قعدت دورت عليها لغايه ما كلمتها ووصلت لها وطلبت منها ان انا اشوفها، بس هي رفضت. اول ما عرفت ان انا فعلا محتاجها وتعبان وقفت ان هي تقابلني على طول. بس اول ما شفتها كان معاها ابنها عرفت ان انا خلاص انتهيت. فانت بقى لقيت الموضوع انتهى، قلت تطلع باي مصلحه. قلبتها في كام يا بير؟ قلبتها. تقصد ايه؟ اقصد الشيك. الشيك اللي اديته لك عشان تصرف على اخوك المريض اللي ميت من خمس سنين. تحب اقول لك ايه تاني؟ بص يا بابا، بلاش فيلم الدنيا لطشت والحياه عسكفت، عشان ده مش هياكل معايا. انت لو بعت كرسي في الشقه دي هيعيشك شهر. ما تشتغلنيش. على فكره انا ما طلبتش منها فلوس. انا كل اللي قلت لها ان انا تعبان وان انا عندي مشاكل وان انا مكسور، وهي اللي ساعدتني وهي اللي ادتني الشيك. اسيا طيبه جدا وقلبها كبير، ممكن تكون اجدع من اي حد في الدنيا، وبتساعد اصلا الناس اللي مش قريبين ليها. وانا عارف كويس قوي ان هي ضعيفه قدام محتاجين، عشان كده رحت لها. وبعدين؟ طيب دلوقتي الشيك اللي انت كنت عايزه منها اخدته. ايه اللي خلاك رحت وراها الحفله بتاعت الفيوم وانت اصلا مش معزوم فيها؟ هي اللي قالت لي انها رايحه الفيوم، ولما ترجع هتقابلني لاخر مره. بس انا ما كنتش قادر، كنت عايز اشوفها. فقعدت الف وادور لغايه ما عرفت ان هي رايحه حفله عند حد جارهم كده اسمه حاجه المنسترلي. اه خليل المنسترلي.
بس وصلت لغايه الفيلا ولقيت الباب كله سكيورتي فنطيت من سور الجنينه. نطيت من سور الجنينه؟ انت داخل تجيب توت؟ طيب تمام ماشي. هي بقى قابلتك ازاي؟ رحبت بيك؟ زبلتني. طيب عايز اسالك في حاجه مهمه جدا دلوقتي. ايه اللي حصل بينك وبين جوزها في الحفله؟ دكتور رزاله؟ انت مسميه دكتور رزاله؟ هو رزل فعلا. ايه اللي حصل بقى؟ مفيش. كذا مره لفيت لقيته بيبص لي بصات غريبه وعيني مليانه شر بس انا ما كانتش فارقه معايا. انا كنت عايز اشوفها واتكلم معاها. كنت عارف ان في مصيبه هتحصل. هي ايه؟ بس انا متاكد ان هو اللي قتلها. وايه اللي خلاك متاكد ان هو اللي قتلها؟ احساسي واللي شفته من احداث. احساس مش اكتر يعني؟ إيه؟ لا خلي احساسك لنفسك. طيب انت اللي بعت لنا الجواب بتاع فيها الخير؟ ايوه انا اللي بعته. متشكر يا بيو، بس عارف لو عرفت ان انت كدبت عليا في حاجه هحللك زلا بطه. ماشي. خميس؟ نعم. هات لي بوب مره يحصلني. كمل النشوء بتاعك. يلا بينا. يلا. مدير مصلحه السجون، نرجو التفضل بالموافقة على خروج استثنائي للمحبوس احتياطيا عزة عبد الكريم الموجود بالسجن، وذلك لتلقي عزاء ابنه المتوفي صباح اليوم. Okay, you have to be there tonight. It has been a long time. We must play together. Me, you, نوارا شاهندا. بتقول مين؟ مين نوارا؟ Who is نوارا؟ انت حالا لسه بتقول لي طب نوارا موجودة. I didn't say نوارا. You said نوارا. انا سامعك بتقول نوارا. I said ward and شاهندا. Anyway, you be there, Antika. You be there. You bring ward and شاهندا. If I win, I take your money and your woman. شاهندا ورد. If you win, you take the money and I take two women. He took everything from you again. The pharaohs, the money, and even شاهندا. صدقني الموضوع كله نصب. مفيش مساقيط غير اللي انت شفته. جرب تجيلنا كده شطانه وشوف الشغل وجرب تكسر فيهم. شاهندا اللي اكتشفت ان مفيش مساخيط عشان كده فارس خفاها. مش كده وبس، ده سرق الذهب كمان. وانا اكد ازاي كل الكلام ده؟ كلمه قول له انك عايز تشوف شاهندا، وانا متاكده انك مش هتشوفها تاني. لان فارس قتلها. قتلها زي ما قتل نواره. ابصم لك بالعشره انك هتلاقي شاهندا في القبو مدفونه جنب نواره بالظبط. Thank you.